السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي مرحبا بكم مرة أخرى عند حسين الداودي بائل وزن مفقصات والدجاج. إن شاء الله كما كتشوفوا هذه اللي كتشوفوا ورايا هذه السلعة ديال الفقاصات. عندنا مجموعة ديال السلعة منها الشرابات وكالات بولات ديال التسخين المتحكمات جميع الأنواع، يعني كاين الإكس إم جي إكس إم دي إكس إم دوكار وكاين أيضا الزد إل، وعندنا المتحكمات الصغيرة ديال إس تي سي 1000، وعندنا زد ال ايضا متحكم ديال الحراره بوحدو. عندنا المتحكمات ديال الرطوبه كاين ايويلي وكاين زد ال، وكنتوفروا على مجموعه ديال الشرابات والوكالات. الحمد لله اليوم يعني غادي 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 نجمعوا مجموعه ديال لي كوموند اللي تجينا على مده اسبوع باش نصيفطوها باذن الله تعالى غدا الاثنين او يوم الثلاثاء. علاش كنختار الاثنين او الثلاثاء؟ بعض الاحيان كيجيوني لي كوموند نهار اثنين في الصباح، كنكون قربت نخرج ولا هذا كيجيوني لي كوموند، كنضطر انني نبقى حتى نهار الثلاث بثمان قاد لي كوموند ديالي ونمشي وانا مرتاح. ما كيجيونيش الصباح فاش ملي كنبغي نخرج، راه كنمشي كنصيفط اثنين، وراه كنصيفط مره في الاسبوع الاخوان. بالنسبه للناس اللي كيتقداو من عندنا، نمره الهاتف ديالي الوحيده اللي كاينه عندي فيها واتساب وابي ل 06 89 82 71 73، العنوان سلا بوق نادل. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يتقداو من عندنا السلعه وما كيعرفوناش، حنا كنتوفروا على هذه السلعه هذه وكنقدروا نصيفطوها باغ امانه، كنتعاملوا مع الامانه قليل فاش كنتعاملوا مع الكار في الفقاصات، حيت الفقاصات كيخص ان الواحد يخلص هو الاول باش نقدروا نصيفطوا له الفقاصه ديالو. بالنسبه للسلعه اللي كتكون صغيره اللي كتصيفط في الامانه، هذيك حتى كتوصلك عاد كتخلصها، غير هو خصك تكون قبل ما دوموندي من عندنا السلعه اخي او اختي، هو تكون تايق فينا وعارف باللي حنا كنديروا واحد لي زارتيكل محتاجهم نتايا، يعني متاكد باللي هما راه عندنا راه كاينين كنبيعوهم. حيت كاين بعض الاخوان كتصيفطو تيقول لك خصني نقلب السلعه، في الامانه ممنوع تقلب السلعه، هذا قانون ديالهم، حنا ما عندنا ما نديرو، ممنوع تقلب السلعه. يعني انت خصك تكون كتعرفني انا، ولا ما كنتيش كتعرفني سول عليا او رجع الفيديوهات ديالي. وكاين كاينين الناس كيرجعوا للتعاليق، تيديروا لنا نمره التليفون في فيسبوك، راه عندي باج فيسبوك، عندي باج في يوتيوب، ولا دخلتي عندي الواتساب راه كيوصلك الكتالوج ديال السلعه. يعني خصك تكون متاكد باللي انا كنبيع هذه السلعه باش ملي توصلك تخلصها وكتاخذها. فاش كتمشي انت بحال دابا واحد السيد في العيون صيفط له جوج شرابات ديال الشريطرو، في الاخر مشى عندهم قال لهم لا خصني نقلب، باه هضر معايا بواحد الطريقه ديال التعالي. يعني قال لي شكون قال لي انت غتصيفط لي ديك السلعه اللي بغيت، فهمتي؟ طلع لي الدم حلاش، حيت انا ثقت فيه في الاول، كان تيهضر معايا عادي مزيان، كون قال لي غنقلب السلعه ما نصيفطهاش، نقول له خويا راه الامانه ما كيصيفطو ما يخليك خصك تقلب السلعه، الا ما كتثقش فيا ما تسول عليا ولا شي حاجه، ولا شوف شي واحد قريب ليك، فهمتي؟ هو تاخذها حتى وصلها تما وعيطوا ليه وقالوا لي جيب لاكارت ناسيونال وهذا، وانت اللي غنصب عليك، انت اصلا غتحط لي فلوسي وانا داير معاهم كونت ما غتعرفنيش، فهمتي؟ يعني العنوان ديالي كاين تما كلشي، يعني تصيفطات من العنوان عندي انايا تصيفطات لعندك. وحنا هادشي نخليوه بين قوسين، يعني كنقول للناس اللي ما كيعرفونيش يسولوا عليا عادي يدومونديو عندي، ماشي تخليو لي السلعه انا في البوسطه ومخلص عليها انا ترونسبور وفي الاخر نضيع فيها وانت مرتاح وكتعيط تقول لي راه ما ناخذهاش تنقلبها. من الاول قول لي راه غنقلب سلعتي، نقول لك اخويا راه ما غنصيفطهاش لك حيت ما غيخليكش تقلبها، فهمتي؟ في هذه الحاله شنو كدير؟ كضطر انك تجي عندي للمحل ولا كتقلب شي واحد اللي قريب ليك في داك النواحي. اخوان نرجعوا للموضوع ديالنا اليوم، ان شاء الله غادي نجمعوا مجموعه ديال الكوليات باش نصيفطوهم غدا، وغنشاركوا معكم الطريقه اللي كنجمعوا فيها الكوليات. خليكم معايا. اول حاجه الاخوان تنديروا هو كنرجعوا للواتساب كنشوفوا دوك النوامر اللي ديجا هضروا معنا، غنمشيو بواحد بواحد. كاين هذا السيد غادي نشوفوا لا كوموند ديالو، عنده 3 د العلافات 6 كيلو، جوج شرابات 10 يترو، عنده 10 شرابات اوتوماتيك، 5 كيلو ازولا، هذا عنده ازولا غنخليه هو للاخر حيت ازولا ما نقدرش ندخل لهذا الصباح هذا الماء، عنده واحد مصباح تسخين وميزان د الحراره زئبق، نجمعوا له السلعه ديالو ونخليه ازولا هي الاخرى. خليكم معايا، هي تقريبا لا كوموند ديالو، مازال خصو غير ازولا 5 كيلو ازولا. مع ديك الجوج هذا وندخل دابا الحال الصباح الحال بارد بزاف. دابا غنمشيو لاكوموند الثانيه باذن الله تعالى. كيف العاده كنمشيو للتليفون ديالنا كنشوفو لاكوموند الثانيه
نحطهم كاملين قدامي عاد نجمعهم. عندنا هنا احمد، هنا باش نشوفو نسمعو الاوديو واش نشوفو. هانتوما هاد السيد طالب ليا 10 ديال لي بلاطو ديال سينبات الشاعر. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عندنا واحد السيد اخر طالب ليا 4، يعني نحيدو نخرجهم بجوج. دابا غنشوفو الكوموند الموالية. عندنا واحد لا كوموند اخرى، عندنا هنايا 4 بلاطو ديال الدجاج، 4 الشرابات، 5 د الوكالات، 1 فلوتور، 6 الشرابات اوتوماتيك، وكتب لي الارسال متى. واخا نمشي نخرج هاد السليعه. ها انتم لا كوموند ديال السيد، فيها 5 د الشرابات، 5 د الوكالات، 6 الشرابات اوتوماتيك، 4 فلوتور، 4 بلاطو، 1 فلوتور. نمشيو دابا لا كوموند المواليه. عندنا كوموند اخرى ايضا، فيها 5 د الوكالات، 5 د الشرابات، 4 سخان، وفيها ترموستار استيسيميل. هذوك ديجا جمعهم، نمشيو راهم عليه باش نجيبهم هنا نخرجهم. هي لا كوموند ديال السيد، كنظن هي هذه، كنظن هي هذه، 5 وكالات 3 كيلو، 5 شرابات 4 لتر، 4 ديال السخانات بورا، و فينا هي تيرموستا استيسيميل، واخا بغيت 4، واخا صافي هادشي اللي كاين. هاي تيرموستا هي هادي الأخرى. يلا نمشيو لا كوموند الموالية. عندنا واحد لا كوموند من مكناس، هاد راه صيفط ليا ورقة طالب ليا داكشي اللي بغا، عند طالب ليا كوموند كبيرة إن شاء الله. هيدو حيت الورقة دير فيها المعلومات ديالو الشخصية وداك الشيء. نمشيو نجمعو السلعة ديالو. ها لا كوموند ديالنا ديال السيد اللي في مكناس، ديجا جا عندي تقدا نفس لا كوموند، ولكن ما كانش كيعرفني، جا عندي باش يعرف المحل ومشى، ومن بعد طلب ليا عاوتاني سلعة اخرى. ها قلبو ليه مارتين لتحت. عندنا 3 ديال الاكس ام دو كارت، 3 اوميديفيكاتور، 3 فلوتور، عندنا ايضا 4 موتور، عندنا 4 فونتيلو. هادشي اللي كاين ديال لا كوموند ديالو. بالنسبه للاخوان راه هكا تنفيريفي السلعه، كنشوف لا كوموند ديالو، كنشوف داكشي اللي قدامي باش كلشي، باش السلعه كلها نخرجها، وعاوتاني ملي غنبغي نديرهم في الكراتن كنفيريفيهم باش الامور توصل مزيانة، ما يكونش شي غلط. يلا خليكم معنا نمشيو لا كوموند المواليه. لا كوموند المواليه بغا موديفيكاتور بوحديتها، باش نجيبوها ليه. هي الموديفيكاتور، شوفوا واش باقي شي حاجه. تنظن هادشي اللي كاين، هادي هي السلعة اللي كاينة غدا إن شاء الله. بنوعتنا في قاصة مولاها غيجي ليها نهار تلات، دار معايا نهار تلات. يلا الله يسخر. خلينا دابا غادي نجمع هاد لي كوموند كلهم في الكرطون، من بعد نكمل ليكم الإخوان. تبارك الله عليكم. هانتوما تقريبا الكوليات قديناهم، كاع لي كولي عندنا قديناهم، الوراق ديال الأمانة هما. هاد الكولي صغيرة طاحت هي هنا، ولا نخليها هنايا تبان. داك النهار نسيت واحد الكولي بحال هادي، بقات محطوطة ما رديتش ليها البال، بقات ليا هاد الكولي هادي. هادي فيها الأزولا، يعني خصني ندير فيها حتى الأزولا، نخليها حتى العشية واقيلا، حيت الأزولا ما غنديرهاش دابا في الكولي، غادي نعبرها 5 كيلو وغنحطها في شي بانيو باش غدا الصباح نجمعها في الميكا ونديرها في الكرتونة ديالها مع السلية. يلا الإخوان خليكم معايا حتى نجمعوا السلعة غدا الصباح، ونصور لكم ملي تنصيفطوها في البوسطة كذلك. يلا تبارك الله عليكم. هاد لا فيديو كنديرو غير باش تكون الثقة بيننا وبين الكليان اللي كيجيو جداد
بغيناهم يتعرفوا علينا عن طريق هذه الفيديوهات، يعرفوا باللي حنا كنبيعوا ونشريوا في ماتريال ديال الفقاسات، ومرحبا بكم. حيت فاش كيشوفوا الناس بحال هذه الفيديوهات كيرتاحوا، كيعرفوا مع من كيتعاملوا. ودائما كنذكر بالنمره التليفون، الا شفتي هذا الفيديو ضروري خصك تكون كتعامل مع هذه النمره 06 89 82 71 73. هذه هي النمره التليفون الاخوان اللي تنخدم بها، فيها النمره وفيها واتساب، ما عنديش شي نمره اخرى. والعنوان ديالي سلابو قنات. مرحبا بكم الاخوان. صباح الخير الاخوان، هي السلعه هي هذه اللي جمعنا البارح. هنا كاين الازوله ديال السيد، وكاين شي شرابات وكالات. داو معنا بتيسير مول الفقاسه، راه رجا الصباح حتى الفقاسه ديالو. دابا غنمشيو للبوسطه نصيحو السلاح. اخوان عندنا واحد شونجمون ديال السلعه. السيد قالك الترموستا ما بغاهاش، قالك شونجيها ليا بهذه اللي فيها الحراره والرطوبه مع واحد الترموميتر. غنديرو هنا بحال هكا، يعني خصنا نعاودو نعمرو الورقة ولا غير نصلحو التمن بحال هكا. نسدو الكريطينة ديالنا. وتزات لينا واحد لاكوموند في آخر لحظة، فونتيلو ديال 300، هادي تزات في آخر لحظة. كنت غنساها حتى لخرا، السيد قال لي صيفطها ليا معاك باش تمشي لوجده ان شاء الله. هذه مازال ما عمرتش الورقه ديالها. المهم هادشي اللي كاين الاخوان. وعندنا هاد لاكوموند تفكرت هادي غا في الطريق حدا البوسطه، غي خدها مولاها، كنت غنساها حتى رجعت ليها. ايوا هادشي اللي كاين. هادشي علاش كنقول الاخوان ديما لي كوموند حاولوا تعطيهم ليا قبل، باش حتى انا نخدم مرتاح. انا مايمكنش نكون خارج من الدار عاد الو صيفط لي معاك هادي، وعندك صيفط لي معاك هادي، فهمتي؟ يعني تبتوا الامور ديالكم وصيفطوا لي لي كوموند قبل انايا من نخرج من الدار، فهمتي؟ انا راه غير حابس هنا دابا في واحد الزنقه باش نقاد لك نقاد هاد لا كوموند ونعمر الورقه ديال السيد ونموديفي الورقه الاخرى اللي جبتها معايا باش نعمرها. يلا خليكم معايا حتى نمشيو للبوسطه ونكملوا معكم. اخوان حنا وصلنا للبوسطه كما كتشوفوا السلعه ديالنا. البوسطه راه هي ورايا للامانه، نقلبوا الكاميرا تشوفوا. فوالا الامانه الاخوان، السلعه ديالنا ها هي. دابا غنهبطوها نديوها للميزان نعبروا داك الشيء كاين. هذه شي سلعه تقديناها اكس ايمات تقداولينا خديناهم. دابا نهبطو ديك الكرطونه، وهادي هاد الكولي هادي ديال واحد السيد كاينه في شي بلاصه هنايا حدا الامانه، تنساليو ونديها ليه. يلا خليكم معايا ندخلو السلعه ونكملو معاكم. هادشي كامل كنديرو غير باش نكسبو الثقه ديال الناس ويعرفوا بلي راه عندنا السلعه وكنصيفطوها. هادشي كامل كنديرو باش ما يبقاوش يخليو ليا السلعه في البوسطه، بقى يقول لك حكا ربما تصيفط ليا شي حاجه. ما تكومونديش من عندي الى اخي او اختي الى شك فيا، ما تكومونديش من عندي السلعه. راه الامانه ما كيقلبوا ما يخليوكش تقلب السلعه ديالك. السلعه كتاخذها هكا في كرتونه كتخلصها وكتاخذها، انت كدير فيا الثقه انا، فهمتي؟ الا ما كتثقش فيا ما تاخذش من عندي، باش حتى انا ما تضيعنيش في رزقي. وانت حتى انت كتكون هاني كتمشي تاخذ عند شي واحد اللي قريب ليك ولا اللي كتعرفو. هادشي اللي كاين. هاد الفيديو كامل على هادشي كامل درتو على وديت. المشكل اللي كيوقع ليا مع الناس هو تيخليو ليا الكوليه، تيمشيو عندهم راه خصني نقلبها، وكيقولوها بواحد الطريقه مفرعنه وتنقلب سلعتي. مالك انت ما تبيع ليا الحوت في الماء، وديك الساعه ملي ما كتعرفنيش ما تاخذش من عندي. وانت نيت اللي كتشري من الانترنت راه كتشري الحوت في الماء، يعني خصك تكون كتعرف السيد اللي غتشري من عنده. راه ماشي اي واحد غيصيفط لك السلعه، راه يصيفط لك داكشي اللي بغيتي. وداكشي ديال الالكترونيك يقدر كاع يصيفطو لك وتقلبو تلقاها ويصيفطو لك خاسر مخاوم من الداخل. يعني راه كاين تيكونوا المشاكل الاخوان، خصكم غير تعرفوا مع من كتعاملوا وصافي. يلا ندخلوا للداخل ونكمل. هذه المرحله النهائيه، هذا هو الميزان اللي عبر ما فيه السلعه. صافي دابا غنمشيو نعطيو من الاوراق باش يعبر بهادشي ويخلص نخلصو ونمشيو. اخوان سالينا، خدينا لي روسي ديالنا. حنا نتسناو السيدة، هو دابا اللي داز
هانتوما راه كاين اللور راه الطوموبيل حيد طوموبيلتو وغنمشيو فحالنا. هنا غنكونو سالينا لا فيديو ديالنا وصيفطنا للناس السلعه ديالهم والحمد لله الامور كلها دازت بخير وعلى خير. خلصنا خدينا لي روسي ديالنا السلعه غتمشي اليوم في العشيه وغدا راه غتبدا توصل للمواليها. يلا تبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.